هنروح لخبر آخر وخاص أيضا بالنادي الأهلي. النادي الأهلي بيوقع على عقود إدارة وتشغيل أكاديميات النادي بالإمارات. زي ما احنا عارفين النادي الأهلي عنده أكاديمية في الكويت بخلاف الأكاديميات المتواجدة هنا في مصر، وأيضا في الاستراتيجية الخاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي أيضا هيكون عنده أكاديميات إن شاء الله ممكن تكون متواجدة في أفريقيا، زي ما احنا بنشوف الأندية الكبيرة في أوروبا سواء أياكس، في العديد من الأندية الأوروبية، بس عشان ما أقولش أسماء ما يكونش ليها أكاديميات في أفريقيا، لكن في أندية أوروبية بتهتم كتير جدا بالمواهب في أفريقيا، فبالتالي بيقوموا بعمل أكاديميات ليهم وفروع ليهم في جميع أنحاء أفريقيا عشان يقدروا يستفيدوا ويقدروا أن هم يكتشفوا المواهب من سن مبكر. ودي الاستراتيجية الجيدة وده الفكر الجيد جدا اللي بيشتغل عليه النادي الأهلي. خلاص احنا زي ما احنا عارفين أوروبا كلها عرفت الطريق، المواهب فين؟ كله بيبقى في أفريقيا، وعندنا أمثلة كتيرة جدا جدا من غير طبعا ما نقول أسماء، ناس كتير جدا بيتألقوا من أفريقيا، آخرهم طبعا محمد صلاح نجمنا المصري، قبلهم طبعا دي دروجبا، صامويل إيتو، يعني أسماء كتير جدا، فبالتالي كله دلوقتي بيعمل أكاديميات في أفريقيا. فدي كانت خطوة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، أكاديميات في الإمارات أحد الدول الشقيقة والحبيبة جدا بالنسبة للشعب المصري والجمهور الأهلاوي، اللي قدر إنه يحقق بكذا بطولة للسوبر، بالتحديد بطولتين كانوا مهمين جدا، سوبر سواء أمام الزمالك أو أمام المصري، وقدر أن يفوز هناك على روما وأيضا على أياكس مؤخرا، فبالتالي هي دولة محببة جدا بالنسبة للجمهور الأهلاوي والشعب المصري بشكل عام. فدي كانت بداية خطوة بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي أن هم يعملوا أكاديميات في الإمارات، وإن شاء الله هيكون في سلسلة أخرى من أكاديميات النادي الأهلي في جميع أنحاء أفريقيا عشان النادي الأهلي يقدر يستفيد بالمواهب اللي بتكون متواجدة في كل مكان. وده الشغل الصح بصراحة، يعني أن احنا نبتدي من بدري، نبتدي من الشباب من السن الصغير علشان نقدر، زي ما احنا عارفين طبعا شايفين دلوقتي ارتفاع الأسعار والصفقات والكلام من ده، بيبقى الأمور صعبة شوية في التعاقدات، فبالتالي ده فكر كويس من مجلس إدارة النادي الأهلي. خلينا نروح نشوف التقرير ده الخاص بأكاديميات النادي الأهلي في الإمارات ونرجع مرة تانية. الله يبارك لي فيك، وهذا من أفضل الأندية، وإحنا نادي الأهلي عريق ولو تكلمنا فيه ممكن نقصر في حقه، وإن شاء الله نكون للأفضل وللتعاون الأفضل أحسن بالسنوات الجاية إن شاء الله. هو اللي شجعنا أن النادي الأهلي عريق وفي له جمهور قوي كبير وله قاعدة في الخليج بالذات، ويعني هذا اللي خلانا نشجع ونفتح فرع أكاديمي في الإمارات، حتى أن الجالية العربية والخليجية من محبين النادي، من يعني متعطشين له. يعني هو اللي شجعنا أن افتتاح الأكاديمية في الكويت، فرع الكويت، والضجة اللي صارت له خلت الإنسان يطالع للخليج، لأن وثق تماما راح يكون يعني على مستوى الخليج كله راح يكون موجود النادي الأهلي. النادي الأهلي موجود أصلا، لكن إن شاء الله راح يكون الأفضل إن شاء الله. احنا جينا وخذنا النادي الاهلي، والله يحييكم بالنادي الاهلي في الامارات. والله الفكره ان احنا مؤسسه تعليميه كبيره، عندنا مجموعه اكاديميات بندرها في مدارسنا، مدارس اجنبيه ومدارس عربيه، فالفكره جات لنا ان مجال الرياضه كله بيبقى بند من بنود تكمله المنظومه التعليميه. فدلوقتي حركة الشباب كلهم متجهين او الاولاد او النش للمنظومه الرياضيه كرياضه وكده، بناء جيل جديد، فطبعا احنا ما شفناش قدامنا غير النادي الاهلي كقيم مبادئ سلوك. مده التعاقد 3 سنوات ان شاء الله، نبدا ان شاء الله 1/9 تنتهي في 2021 ان شاء الله، بنبدا في دبي ان شاء الله منطقه الشرق، والفتره الثانيه ان شاء الله منطقه ابو ظبي، بس هناخدها مرحله مرحله يعني ان شاء الله. والله الاعداد هي لان انت ما تقدرش تحصل على الشرق ومحبين النادي الاهلي في مستوى الوطن العربي، فان شاء الله متوقعين عدد كبير ان شاء الله.